بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ في التفاصيل اللي عندنا، إن هناك خبر دلوقتي جاي من الإكوادور، زلزال بقوة 6.9 على مقياس ريختر في الإكوادور، وربما كمان حديث عن ربما في مناطق مختلفة. وهذا الزلزال الذي ضرب الإكوادور منذ قليل 6.9، وده بالمناسبة ده رقم كبير أو قوة كبيرة بالنسبة للزلازل. هنتابع هذا الخبر، إن هذا الخبر بالضبط منذ دقائق قليلة. امبارح كان عندنا حدثين مهمين. حدث رقم واحد، كتف في كتف، هذه المبادرة العظيمة وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في استاد القاهرة وسط الآلاف ومئات الجمعيات والآلاف من المتطوعين المشاركين. وهندي هذا الحدث مساحة كبيرة بعد شوية عشان نتكلم كمان عن هذه المبادرة، من المشارك، المؤسسات، الجمعيات، سيادة الرئيس مع المصريين، مع الحفاوة الكبيرة جدا والاحتفال الكبير جدا امبارح. زي ما حضراتكم بتشوفوا كده آلاف المتطوعين اللي جايين من كل حتة، وطبعا مؤسسة النائب محمد أبو العنين واحدة المؤسسات الكبيرة واللي شاركت ضمن هذا التحالف بعد ما تأسس مباشرة منذ عام في مارس الماضي. كانت هذه المؤسسة أيضا واحدة من مؤسسات المشاركة من البداية وتستمر في العمل. وطبعا الرئيس يلتقط صورة تذكارية مع كل المشاركين وعدد كبير جدا من الجمعيات والشركات. النائب محمد أبو العنين موجود، دكتور محمد الخشت، الدكتور مصطفى مدبولي، السيدة سمية أبو العنين وطارق أبو العنين، كمان عدد كبير جدا من المشاركين. وكان في عرض كمان أمام السيد الرئيس عن مؤسسة أبو العنين امبارح، وطبعا من نائب مدير مؤسسة أبو العنين بيشرح للرئيس عن جزء من الجمعية وبتعمل إيه ومجهزين إيه ومستعدين إيه. كل ده هنتكلم عنه وهنشرحه بعد شوية لأنه عندنا تفاصيل كتيرة قوي.